رسالة من لوس أنجلوس من أمريكا بيقول صاحبها إن كان عنده المرارة، وبعد عنكم ألم المرارة ألم لا يطاق، ويسبب متاعب وقيء وعملية يعني مدمرة خالص من ناحية الصحية. فصاحبها يعني طلب نجدة سماوية وقال يا بابا كرولوس أنا عارف إنك أنت تقدر تيجي أمريكا واعمل معايا يا رب، أنا يعني مش أنا خاطي وأنا حياتي وحشة، لكن يعني اشفع فيا يا بابا كرولوس. يقول إن بالليل لقى اللي بيصحيه بيقول له أنت عامل دوشة ليه؟ عامل لنا دوشة ليه؟ خلاص هتبقى كويس. بيقول أنا صاحي لكن حاسس نفسي وشايف البابا كرولوس، لكن حاسس نفسي زي في حالة دهش، لا أنا صاحي ولا أنا نايم. بيقول لي حسيت صوت الباب اتفتح والبابا كرولوس خارج. بيقول فضلت أقول له رايح فين؟ ما تمشيش ما تسيبنيش إلا لما إيه؟ لما أبقى كويس خالص. مراته صحي بتقول له مالك؟ قال له هو طلع. قلت مين اللي طلع؟ قال له البابا كرولوس سابني ومشي. قلت له سابك ومشي؟ والبابا كرولوس جالك؟ قال له قلت له خلاص انت كده بقيت ايه؟ بقيت كويس. قال لها طب انا هقوم هشوفه راح فين. بيقول قام لقى باب الشقة موارب، يعني برضو في حد في نص الليل خرج من باب الايه الشقة. بيقول ومن تلك اللحظة لم تعاوده الام المرارة، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. جماعة من اسوان نسيب اسكندرية ونخش على ايه على أسوان، بعتلي جواب جميل بيقولوا في شم النسيم اللي فات بيلموا العيلة ويركبوا البحر ويعدوا البحر، يروحوا جزيرة في أسوان في النيل كده، يقعدوا يقضوا اليوم ويرجعوا ويركبوا المركب ويرجعوا تاني آخر النهار. فالأخت اللي بعت الجواب بتقول يا أبونا وإحنا راجعين قامت أمواج في البحر غريبة الشكل لدرجة إن المركب غرفت مية، فتعرضنا للايه للموت هنغرق. فالبنت عندهم بنت طالبة للجامعية اللي هي بعتلي جواب بتقول يا بابا كرولوس يا بابا كرولوس بصوت عالي يا بابا كرولوس انقذنا. فتاري في لانش بمطور، يعني كلمة بابا كرولوس دي جت في ودنهم، فرح محود واحدفوا نفسكم يا اولاد احدفوا نفسكم، خدهم. وبعد كده فبعد ما وصلوا على البر بيقولوا للريس بيقولوا انت جيت ليه؟ انت مش بتقولوا الحقنا يا عم الريس؟ قالوا لا احنا كنا بنقول الحقنا يا ايه يا بابا كرولوس. قال ما اعرفش احنا لحقناها يا عم الايه الريس، فجت ودننا كده فجينا لكم. صدقوني هي محبة ربنا، وصدق ولا بد ان ايه ولا بد ان صدق. واحد في اسكندرية فاتح محل، راجل تاجر يعني، فيوميا يعدي السكة الحديد زي ما بنعدي احنا هنا من ناحية العمرانية كده. فهو جه في يوم بيعدي لقى الناس بيقول له حاسب حاسب، راح واقف مكانه لقى القطر الاتجاه التاني جاي على طول، فراح واقف مكانه وبيبص الناحية التانية لقى القطر الاتجاه، يعني هو بقى بين ايه بين قطرين. فكل اللي عمله استرني يا بابا كرولوس. طبعا اي واحد مكانه ان ما ماتش من القطر هيموت من الخضة، ده واحد بين قطرين، والقطر طبعا ما عندوش هزار، لا يقدر يحود ولا يقدر يفرمل لكن يقدر يدوس. لكن الراجل يقول في الجواب اللي بعتهولي ان انا ابونا كل اللي سمعته صفير من هنا وصفير من هنا بتاع القطر، وزي ما يكون حد لفني بحاجة. بعد القطرين ما عدوا بيحط ايده على وشه، لقى وشه ملفوف بحتة قماشة سودة كبيرة قوي زي شال زي فرجية، بيقولوا محتفظ بيها لانه قال استرني يا بابا كرولوس. فالبابا كرولوس ستر ولا ما ستروش شيء؟ ستروا. يمكن واحد يقول لي طب معقوله يا ابونا جيله فرجيه؟ هقول لك صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. في مدينه ملوي في واحد في عيله اسمها عيله تحفه، العيله كده اسمها تحفه.
فكان منها راجل مأمور للضرائب يعني اسمه أحمد بيه تحفة. فلما البابا كيرلس زار مدينة ملاوي فهو يعني قابل مجموعة من الأقباط طبعا معروفين في البلد يعني ناس كبار، بيقول لهم يا اسحاق بيه يا دكتور أديب؟ قالوا نعم يا أحمد بيه تحفة. قال لهم أنا عايز أجي معاكم أتفرج على البابا بتاعكم. قال له اتفضل. فطبعا الراجل دخل البابا كيرلس بيستقبل الناس، ودخلوا الأراحنة بتوع ملاوي. فهو قبل ما يخش بيقول لهم يعني بيقولوا ان البابا ده بتاعكم راجل بركة وبيعرف الناس، انا عايز اشوف ادين هيعرفني ولا مش هيعرفني. فاول ما دخلوا كده على البابا كيرلس، البابا بصله كده قال له اتفرجت عليا يا اخويا؟ هو انا تحفة زيك جاي تتفرج عليا يا تحفة؟ طبعا كانت مفاجأة غريبة خالص ان البابا كيرلس يقول له ايه يا تحفة. ازاي البابا كيرلس جابها وازاي عرف انه تحفة واسمه تحفة؟ لكن انا ما اعرفش، لكن هو ده البابا كيرلس. صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. في دكتور مستشفى شبرا العام دلوقتي موجود شغال اسمه الدكتور يوسف حكيم، ما اعرفش جهاز الشريط ده يوصله يعني، ما يعني المحبين كتير ولاد الحلال كتير، لكن مش هقول عليه حاجه وحشه. يوسف ده امه ما كانتش بتخلف، طالما بنتكلم على الحكايه دي يعني. فالناس قالوا لها طب اقول لك روحي لابونا مينا المتوحد اللي في مصر العتيقه. فالست راحت قال لها بتعيط لي؟ قالت له ما عنديش عيال وانا اعمل ايه يا سيدنا؟ وقال وبعدين انا كنت حملت مره وسقطت في الشهر الخامس ومن ساعتها ما عنديش عيال، خد بالكم من الكلام اللي بقوله. فقالوا لي تروح الترب وتخش الترب ويطلعوا لك العيل وتخط عليه وتقولي حادي بادي ما عرفش ان حيادي والكلام كده، يقولوه كده شوية تخاريف كده وبعدين تخلفي. بابا كيرلس ضحك، كان لسه ابونا مينا، قال لها يا بنتي بدل ما تروحي للحي تروحي للميت. هو مين اللي بيدي يا بنتي، الحي ولا الميت؟ قالت الحي يا ابونا. قال لها طب يا بنتي هاتي كوباية مية. جابوا كوباية مية البابا كيرلس نفخ فيها كده وصلى له مزمورين من مزاميره الحلوة وقال لها اشربي يا بنتي اشربي اشربي. يقول يا رب ربنا يا بنتي عنده ربنا يا بنتي اديك واد مبروك زي يوسف الصديق يا بنتي، هتسمي يوسف يا بنت هتسمي يوسف. قالت له حاضر يا سيدنا. قال له يطلع حلو وتفرحي بيه. قالت له حاضر يا ابونا. نوم الست شربت كوبايه الميه وحملت وجابت الدكتور يوسف اللي في مستشفى شبرا العام اللي موجود لغايه دلوقتي. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. سنه 70 واحد راح بمراته كده سيدنا البابا كيرلس وكان لسه عايش، كان في شهر 2 ولا حاجه، وقال له يا سيدنا صلينا ما عندناش عيال، احنا عاوزين يا سيدنا يعني كده تطلب لنا ربنا يدينا ايه حته عيل. فالبابا كيرلس حط ايده على راسهم كده وصلى قال خلاص يا عم مراتك هتجيب واد وهتسميه مينا وتيجي تعمدوه عندنا في دير مرمينا. قال له يا سيدنا نعمده هنا في البطرخانه؟ قال له لا يا ابني تعمدوه عندنا في مرمينا. عندنا ما قداستك قاعد هنا يا سيدنا؟ قال لا يا ابني احنا هنعزل احنا هنبقى في مرمينا على طول. وعدت كام يوم وتنيح البابا كيرلس، وعلى ما اختنا دي ما حملت وولدت كان عدت السنة بتاعت تذكار البابا كيرلس، واتنقل البابا كيرلس جثمانه الطاهر الى دير مرمينا، وراحوا فعلا عمدوه فين؟ عندنا فين؟ في مرمينا مريوط. هو شايف كده وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. بنت من البنات هي من كومبو الصعيد يعني محافظة اسوان، ومتغربة وساكنة في بيت من بيوت الطالبات. في تاني يوم الامتحانات حصل شد بينها بين المشرفة
المشرفة قالت لها تفضلي برا، رمت لها حاجتها على السلم. البت قعدت على السلم، طب أروح فين؟ ما لو لي حد قريب كنت رحت من الأول إيه؟ سكنت عنده. طب هدور، طب ما أنا في أيام امتحانات مفيش وقت. فما كان من البنت إلا ببساطة جدا فتحت الشنطة وطلعت كتاب مكتوب عليه صدق ولا بد أن إيه أن تصدق. وصلت البابا كريس كده، أنت شو بقى، أنا هقول لك صدق ولا بد أن تصدق، أنا اضطرت من البيت وعندي امتحانات، شو بقى أنت هتعمل إيه. بعد ما قعدت تتكلم في الصورة فتحت الكتاب وقالت معجزة، والتانية التالتة طلعت لها المشرفة قالت لها تفضلي نقعد نتفاهم مع بعض أحسن. قالت كويس، يظهر إن هو إيه ابتدى يشتغل. سابت الشنط ودخلت معاها المكتب، ندهت على الست الدادة قالت لها دخلي شنطها الأوضة بتاعتها. قالت كويس كده برضو إيه اشتغل. قالت لها شوفي نقدر نبتدي بداية جديدة من دلوقتي وننسى كل اللي فات. قالت لها تحت أمر حضرتك. قالت لها خلاص إن كنت غلطت فيك يا بنتي سامحيني. قالت لها يا أبلة ده أنت اللي تسامحيني. البنت تعيط والمشرفة تعيط ورجعت طلعت الكتاب من جيبها قالت له هعمل لك ايه، هضرب لك تعظيم سلام، هقول لك متشكرة قوي، لكن هقول لك حاجة واحدة بس، صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. كان معروف على البابا كيرلس انه يعني يضرب الصليب كده في الكتاب للطلبة في الحتة اللي بيفتح فيها بيجي فيها ايه سؤال. فوقت كده خد الكتاب وراح للبابا كيرلس. بابا كيرلس كل ما يقرب له الكتاب بابا كيرلس روح خابط الكتاب مطيره. يجي له ولد تاني بابا كيرلس روح فاتح الكتاب خد يا ابني روح هتنجح ان شاء الله تروح سنة تانية. ولد تاني يا سيدنا الكتب اهي روح ضرب له كده يلا يا ابني هتروح سنة رابعة. وطبعا بيعرفهم ازاي ده رايح تانية وده رايح رابعة، كان بيفنطهم ازاي انا ما اعرفش، لكن هو كان بيحصل كده، ده يقول له انت هتروح تانية وده يقول له هتروح رابعة وده يقول له هتاخدها السنة دي وده يقول له شد حيلك شوية. الواد ده كل ما يمدله الكتاب يروح البابا ايه خابطه ومطوحه. الواد طلع بره زعل، فلما زعل زمايله بيقول له انت زعلان ليه؟ قال له ما عرفش كل ما قدم الكتاب لسيدنا سيدنا يخبط الكتاب ويطيره. قال له تكونش حاطط فيه حاجة وحشة. قال لهم يعني ايه وحشه يعني؟ تفتش الكتاب كده، بيقلبوا الكتاب كده لقوا فيه ورقه صغيره مكتوب فيها الكلام زي النمنم كده اللي يسموها الطلبه ايه برشام عشان يغش منها. قالوا اه ده تريها انت، طب شيل الورق ده، شال الورق اروح كده لسيدنا. دخل كده ومعاه الكتاب قال له ايوه كده يا ابني الكتاب نضف يا ابني، كتاب كده بقى نضيف يا ابني، تعال يا ابني كده تنجح يا ابني، الاستقامة والأمانة توصلك يا ابني. هوب راح ضرب الكتاب قال له روح ذاكر بقى وسيبك اللي كنت عامله بقى يا ابني. طب ازاي البابا عرف ان الكتاب فيه ورق وورق يغشه منه؟ انا ما اعرفش، لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. الرسالة بتقول ولد بيقول امي جالها ألم في رجلها والدكتور قرر انها تاخد حقنة كل 3 سنين في كعب الرجل. فخدت اول حقنه بقت كويسه جدا، لما بقت كويسه زي عاده المصريين يبقى عيان ياخد الدواء، طالما بقى كويس يرمي الايه الدواء، مش بقى كويس خلاص. فهي بقت كويسه ما خدتش حقنه تاني، بعد 5 سنين الالم بدا ايه يجي لها تاني. لما الالم بدا يجي لها تاني طبعا اولادها اتذكروا طب يا ماما ناخد الحقنه ما ناخدش الحقنه. عندها ولد صغير في اول اعدادي كده صغير كده قال لها هقول لك يا ماما انا بقرا في كتاب اسمه صدق ولا بد ان تصدق عن البابا كيرلس، ومسك الكتاب الولد قعد يقول له في الصوره يا بابا كيرلس انا واثق انك بتعمل معجزات. فشوف موضوع رجلين ماما ده يعني كده، انا طمعان انا يعني اول مره هتعامل معاك وانا حته واد قد كده وانت البابا القديس الكبير قوي، انا عشمان في كرمك. الواد نعس وعلى وشه الكتاب فيحلم بالبابا كيرلس بيدي لأمه الحقنة في كعب الرجل. الواد ما سنوه بيحلم أمه قامت مفزوعة، أمه نايمة جنبه، أي اسم الصليب إيه الحكاية؟ قالت في حاجة نغزتني في كعب رجلي. بتبص في كعب رجلها لقت اللسعة زي ما يكون مكان الإيه مكان الحقنة. الواد بيقول لي كاتب لي الجواب ابنها الكبير
بيقول لي أبونا إحنا لينا سنة من يوم الحلم واللاسعة دي، وماما بتطلع وتخرج وتروح وتيجي، والآلام انتهت تماما. وصدق، ولا بد أن أن تصدق. قيل عن البابا كرولوس وهو راهب في مصر القديمة إن كان معاه طلاب رهبنة عايشين معاه في مصر القديمة في الزهراء، فكان يوزع عليهم الخدمة: يا أخ فلان أنت عليك فلان، ويا أخ فلان أنت عليك كذا، ويا أبونا فلان عليك تنظف كذا. كانت تفضل حاجة واحدة بس ما يوزعهاش على الناس اللي معاه خدمة، اللي هي لمؤاخذة دورة المية. كانوا يسكتوا يلاقوه هو بنفسه اللي بيقوم ينظف دورة المية. ده إن دل يدل على إنه مثل عظيم في الاتضاع. واحد في اسكندرية على ما أفتكر اسمه نظم بيه، أيام خلو كرسي قبل البابا ما يبقى بأترك، قالوا ده المرشح راهب اسمه أبونا مينا المتوحد، كتب مقالات في الجرايد ضد مينا المتوحد ده، قال عنه إن ده راجل صحار وراجل مش مظبوط وراجل صفته وبتاع، والمهم يعني شرح بإيه به الدنيا. لكن ربنا عايزه، فجي البابا كرولوس بقى بأترك وراح اسكندرية. فالمهم نظم بيه ده قال عليه حلو ما يعرفش شكلي، أنا أخش أسلم عليه وهو يعني هيقول لي اسمك ايه. فالبابا كرولوس داخل واقف كده بيسلم، وصاحبنا ده جه يسلم: سلام يا سيدنا، نورت الكرسي. قال له: انت شايف كده يا نظم بيه؟ الراجل وقف اتصمر، لا البابا كرولوس بشوش كده وحلو وبينبسط. قال له: ما تزعلش مني طيب يا سيدنا. قال له: لا يا ابني، وانت شرحتني انا؟ انت شرحت ابونا مين المتوحد، وابونا مين المتوحد مات يا ابني. انا الوقت اسمي انبا كرولوس، انا مالي ومال مين المتوحد يا ابني؟ يا حبيبي ده انت ابني وانا ابوك، وانت ما تكونش زعلان مني يا ابني. هو مين يزعل من مين؟ ولا مين غلط في مين؟ ولا مين احق بالندم والتوبة؟ البابا كيرولوس كان مثل حلو للحب والقلب الكبير. بابا كيرولوس على قد كده يا جماعة كان مثال للاتضاع، مثال حي للاتضاع. يعني مثلا هقول لكم موقفين يدلوا على اتضاع البابا وسماحة البابا: السماح والغفران والقلب الحنين ونسي الأسية والعظمة اللي كانت في قلب البابا كيرولوس. فواحد كان راح للبابا كيرولوس وهو بابا، قال له: يا سيدنا عندنا واحد عيان وعاوز قطنة زيت. قال له: يا ابني وماله؟ فراح البابا كيرولوس جاب ازاز زيت كبيره كده وجاب قطنه وبيعمل له بيبلله القطنه بالزيت. فالراجل مدد ايده عشان ياخدها، نزلت قطنه زيت على ايد الراجل. فالبابا كيرولوس قال له: خلاص يا ابني، شوف يا ابني الحوض ده. قال له: ايوه يا سيدنا. قال له: اغسل ايديك يا ابني في الحوض ده وتعالى. الراجل راح لقى صابونه قاعد يصبن ايده ويغسل ايده كويس. بعد ما غسل ايده كويس بيتلفت ورا عشان يعني يروح سيدنا، لقى البابا كرولوس واقف ماسك له الفوطه عشان ينشف ايديه. شوفوا قد ايه وداعه الراجل، شوفوا قد ايه اتضاع البابا، شوفوا قد ايه السماحه والابوه. يا سيدنا العفو. قال له: يا ابني انت مش ابني، هو عيب لما الاب يمسك لابنه الفوطه يا ابني؟ ابوه عجيبه، ابوه عجيبه. واحد من اسكندريه اسكندراني، هذا الاسكندراني راجل كويس، عنده بعد عنكم مرض جلدي، والمرض الجلدي تعبه نفسيا، والعملية يعني بدأت تتعبه شوية. فواحد قال له: ده البابا كرولوس هنا في مصر، ما تروح تخلي بابا كرولوس يصلي لك. فراح الساعة 6:30 كده، لقى البابا كرولوس يعني قفل. فالتلميذ والفراش قال له: سيدنا قفل، وما اعتقدش ان سيدنا اللالادي هيفتح تاني. قال لهم: طيب ارتاح شوية. فاخو البابا جه كان اسمه الاستاذ حنة، وقعد يحكي مع صاحبنا ده: انت منين؟ قال له: انا من اسكندرية. بتشتغل فين؟ مش عارف. المهم كلمة من هنا وكلمة من هنا لغاية بقت الساعة 9:30 بالليل. قالوا: لا ده كده تأكد ان البابا كيرولوس مش ممكن يفتح 9:30. قال لهم: طيب يا عم ما تقوم تروح، او طب سيبوني شويه كمان. مفيش دقيقتين البابا كيرولوس ضرب تليفون من جوه:
رد عليه الأستاذ حنا أخوه، قال له يا حنا يا ابني، قال له نعم يا سيدنا، قال له الراجل اللي قاعد عندك من الساعة 6 اللي اسمه جمال خليه استناني يا ابني، لاني مريمين جاني دلوقتي وقال لي انت راكن الراجل من الساعة 6 ليه؟ مريمين جاني وقال لي انت راكن الراجل من الساعة 6 ليه؟ فأستاذ حنا شال السماعة كده، قال له يا أستاذ انت اسمك جمال؟ قال له أيوة. قال له سيدنا جات له توصية عليك وهيفتح دلوقتي عشانك. ففتح البابا كرولوس ودخل عم جمال ده اللي عنده مرض جلدي، البابا كرولوس صلى له على كوباية مية وزقها له، قال له انت يا ابني جيالك توصية بالمستعجل من فوق. من فوق هو كان بابا كرولوس بيستقبل التوصيات، هم ليه؟ صدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. سيدة فاضلة من اسكندرية برضو، هي اصلا اسكندرانية، بعتت لي جواب من شهر بتقول لي حاجة غريبة، بتقول لي يا ابونا متعودين نزور دير مريمينا انا والولاد، لكن الشيطان عز عليه في يوم الصبحية ان احنا يعني متجمعين ويلا بنقضي يوم لطيف خالص عند البابا كرولوس في دير مريمينا. بتقول فطلعنا عشان نروح نزور البابا كرولوس، ف واحنا في الاتوبيس البنت بتقول لها ماما فين السلسله بالصليب بتاعتك؟ قلت لها السلسله فين؟ قلت لها مش يا نهار مش فايت السلسله الصليب. قال طب دوروا يا اولاد دوروا يا بنات. راحت عند البابا كرولوس قلت له كده برضو يا سيدنا نيجي نزورك ومش الشيطان يعكنن علينا في السكة، على اي حال هم فداك، ان جبتهم كتر خيرك، ما جبتهمش المهم ان احنا ايه جينا لك وخلاص. لكنها برضو من جوة صعبان عليها الايه، دي لو سلسلة فالصو برضو الناس هتزعل عليها، فش حل لما تكون سلسلة ايه دهب. عدى اول يوم بعد ما رجعت بصت البابا كرولوس وخبطت على الازاز قالت له بقول لك ايه السلسلة ما جاتش. تاني يوم خبطت له على الصورة كده سيدنا السلسلة ما جاتش، يعني هو البابا كرولوس بعتها لها في ظرف مثلا نقولها سلسلة اهي. لكن الناس على قد ايه، على قد ايمانها وعلى قد عشمها وعلى قد كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون. تالت يوم قلت له سيدنا ده اخر انذار ليك السلسلة ما جاتش، ولا اقول لك هو الشيطان هيضحك علي عشان انا اخاصمك؟ لا مش اخاصمك يا سيدنا، انا هطلع اصحاح وشوفك عايزك تقول لي ايه في الانجيل النهاردة. مسكت الكتاب المقدس الكبير بتفتحه، لقت السلسلة بالصليب جوه الايه، جوه الكتاب المقدس. تريها يوم الرحلة الصبح لما فتحت الانجيل تقرأ اصحاح قبل الرحلة كان السلسلة ايه، وقعت منها جوه الكتاب. انا عايز اقول صدق ولا بد ان ايه، ولا بد ان تصدق. رسالة اخرى جاتني من اسكندرية، بتقول صاحبة الرسالة بتقول يا ابونا احنا ناس غلابة وعلى قدنا، ولكن يعني في معيشتنا في الرسالة بتقول يعني حتى العيش بنجيبه على قدنا يوم بيوم، يعني عاوزين ناكل النهاردة عايزين 5 ترغيفة نجيب 5 ترغيفة، تاني يوم عاوزين 4 ترغيفة نجيب 4 ترغيفة. فبتقول في يوم يعني خالتي اخت امي عزمت نفسها عندنا وقالت عايزة تاكل عيش فيه لحمة، بتقول رحنا جبنا انا واختي العيش، وعند امي خاتم ذهب اللي يعني اللي هو الكحكة في ايد اليتيم زي ما بيقولوا، الحاجة الذهب الوحيدة اللي في البيت. بتقول بعد ما حطينا الاكل الفرحة ما كملتش، ببص في ايدي كنت لابسة الخاتم بتاع ماما ما لقيتش الخاتم. بتقول فتنكدنا وسبنا الاكل وقعدنا ندور على الخاتم، ان نلاقي الخاتم مفيش. بتقول فحصل كدر وقلبنا البيت كله وندور كما لو كنا بندور على ابرة ما لقناش الخاتم وانتهى تماما. فامي بدموع عينيها قالت خلاص ملناش نصيب اقعدوا ناكل. بتقول فكنا واحنا قاعدين ناكل جه خالي، مش معمول حساب خالي في الاكل، فامي قالت لي روحي هاتي رغيفين عشان نعمل لخالك ايه اكل. ناس على قدهم خالص. بتقول رحت انا واختي نجيب الرغيفين،
الفرن قدامه رملة، وإحنا واقفين على الرملة لقينا شيء بيلمع، فوطينا لقينا الخاتم اللي كان ضايع، تاريخ ضاع منهم لما هم راحوا يجيبوا العيش في المرة الايه، في المرة الاولى. قالت على فكرة احب اقول لك ان واحنا رايحين نجيب العيش للمرة التانية كنا بنعاتب البابا كرولوس، تقولون احنا عارف ده الخاتم، ده الخاتم اليتيم الوحيد اللي عندنا، وماما بتقول زعلانة وصعبان عليا زعل ماما، يعني يرضيك يا بابا كرولوس كما لو كان البابا كرولوس بيقول لها ما يرضينيش يا بنتي وروحي مجبورة الخاطر، ولقوا الخاتم ورجعوا فرحانين مش بالعيش بالخاتم. وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. ناس في حلوان عندهم ابوهم تعبان قوي، ودول دكاترة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ان الراجل بعد عنكم مرمي زي الخرقة كده، لا نفس ولا حس ولا مفيش. يعملوا ايه؟ راحوا شايلينه هيلة بيلة وراحوا واخدينه ودوه لمين؟ للبابا كرولوس. كان بيصلي عشية في المرقصية في كلود بيه، فيعمل ايه البابا كرولوس؟ كان بيصلي عشية، نزل بالشورية، فهم حطوا الراجل، كان الكرسي بتاع البابا كده قدام الهيكل، وهم راحوا نايمين الراجل كده قدام الكرسي، فالبابا كرولوس بالشورية كده، وجاء عند الراجل قال له هش هش، ولف بالبخور ولف وجاله تاني، قال له هش هش، ودخل جوه لف دوت البخور شويه في نوتي نينان، وطلع تاني يجي عند الراجل يقول له هش. إيه الناس يقولوا ايه 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 ده ايه هش ده، كل شيء يقول الراجل هش 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 ايه دي. فخلص عشيه والراجل مرمي زي هو، فالولاد ولاد الراجل قال له يا سيدنا والدنا عيان، قال خلاص يا ابني هو باقي له هشه واحده، اوعى انت هو هش، قوم يا راجل انت، ايه باقي له هشه واحده. الراجل قام، ايه يا سيدنا؟ قال يا ابني ده كان فيه لاجئون يا ابني، كان فيه 600 شيطان، فاحنا كل يوم كنا بنهش هشة كنا بنطلع ايه شوية، كان بفضل له ايه هشاية، مع اخر هشاية طلعوا اخر ايه اخر مجموعة. وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. نيافة الانبا موسى بيحكي حدوتة شريط من شريطه، بيقول ان في واحد فاتح مكتب، يعني زي تقولوا راجل اعمال في الاباري في اسكندرية، ودخلوا عنده اتنين صحابه، واحد منهم قعد في مواجهة صورة متعلقة بتاع البابا كرولوس، الصورة النصية دي اللي نص البابا اللي ماسك الصليب، ففوجئ الراجل ده بيقول له بقول لك يا استاذ فلان، قال له نعم، قال له شوري الصورة دي، قال له ايه ده انت مسيحي حتى يعني، ده انت تاخد بركة، ده البابا كرولوس، قال له بقول لك ايه، وراح واقف قال له ما شلتش الصوره دي انا هكسرها، قال له في ايه بس، قال له بقول لك شيلها، قال له انا مش هشيلها، بس لقى قبل ما يوصل الصوره راح يكسرها، بعد عنكم طلع من بقه ريم واغمى عليه ووقع في الارض، طري عليه روح ايه، روح شرير. البابا كيرولوس بصورته بس مرعب مرعب للشياطين، صورته بترعب. وانا يمكن سمعت الكلام ده من ناس كتير، يا ابونا احنا بنشوف البابا وبنكلمه بنحس انه موجود وبيرد علينا. وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. يوم العيد البابا كرولوس فتح الباب بتاعه والناس بتسلم عليه، الى ان جاله شاب كده، كل سنة وانت طيب يا سيدنا، قال له هو لما يقول ده يبقى ايه مش عاجبه الحال، عيد سعيد يا سيدنا، قال له اقف يا ابني كده، اقف كده اقف كده، وقف يجي ماشي، البابا يقول له ايه استنى يا ابني، لغاية ما عدد المولودين خف كده، وقال له جاي تضحك علي يا ابني؟ قال له سيدنا ابدا، انا جاي اقول لقداستك كل سنة وقداستك طيب. قال له امبارح يا ابني كنت سهران فين؟ راح خابط على وشه بديل اتنين، قال له عرفت ازاي يا سيدنا؟ قال له يا ابن الاب اللي ما يحسش بولاده وما يعرفش ولاده سهرانين فين ما يبقاش اب، هو يبقى عيد يا ابني وانت امبارح كنت بايت بتعمل خطية وجاي النهاردة تقول لي كل سنة وانت طيب، على ايه يا ابني؟ هو ينفع اللي عملته امبارح
مع ميلاد المسيح النهاردة، روح يا ابني قدم توبة وتعالى، وانا اللي هقول لك يا ابني كل سنة وانت ايه وانت طيب وصدق، ولا بد ان ايه ولا بد ان تصدق. ليلة عيده في الأزبكية في البطرخانة القديمة، والبابا كرولوس داخل لما أخذ لابس الجزمة اللي بتشوفوها في دير مارمينة، الجزمة القديمة دي. ربما أنا يعني حكيت الحكاية بس ما قلتش إنها ليلة عيد. المهم يعني البابا نزل واتنين شباب شافوا البابا داخل، قال له شاف يا جورج؟ قال له المعقولة دي الجزمة دي يلبسها بابا الكنيسة؟ معاك 5 جنيه؟ قال له معايا. قلت طب تعالى شوف البابا خلع الجزمة تحت المنجلية، تعال نشتري أنا وإنت جزمة، نشيل الجزمة القديمة ونحط له إيه؟ هو مش من حقه يلبس جزمة جديدة ليلة العيد ولا إيه؟ ها؟ خد الولاد بعضهم وراحوا اشتروا جزمة وشالوها من العلبة ولفوها في ورقة وداخلين، والبابا نازل بدورة الإيه؟ البخور. تعالى يا ابني إنت وهو، تعالى. اشمعنى بصيتوا لجزمة البابا ما بصيتوش لجزمة العريف؟ هو مين اللي محتاج يا ابني اللي بيمشي في الشارع؟ المعلم والعريف الأعمى ده اللي بيخبط في الطوب والتراب والطينة، ولا انا اللي بركب عربية في كل مشوار؟ روح يا ابني شوف العريف، ان كانت تيجي قده الجزمة اديها له. انا يا ابني راهب في الاول وفي الاخر، روح يا ابني ونفذ الكلام وخلي العريف يفرح ويعيد مبسوط، ويبقى العيد بالنسبة له عيد انه يلبس جزمة جديدة. كان طبعا آفة القطط زمان الدودة اللي بتاكل الايه المحصول، لدرجة ان الدود انتشر وبوظ الزرع جدا، فكانوا يلفوا يلموا لمؤاخذة الدود اللي على البتاع ده هو يرشوا مساحيق، مفيش فايدة، الدود شغال على طول بطريقة صعبة خالص. إلا إني جالهم فكرة، قالوا نروح لأبونا مينا المتوحد في مصر القديمة ونقول له الحكاية دي. طب أبونا ماله لمؤاخذة ومال دودة القطن؟ ناس عندهم زرع والدودة بتاكلها، أبونا دخلوا إيه بالموضوع؟ راحوا لأبونا مينا شكوله الموضوع يا أبونا، والدود بياكل الزرع وانت عارف طبعا دي بالخسارة. قال له عارف يا ابني عارف. وبعدين ما كان من ابونا مينا الا انه قام جاب ازازة مية ملاها من الزير ونفخ فيها 3 مرات ورشم الصليب، قال له خد يا ابني ارمي الازازة دي فضيها في الايه في الحوض اللي بتشرب منه الايه الزرع اللي هي المجرى دي بتاعت المية. فالراجل زي ما بيقولوا اخد من عبد الله واتكل ايه واتكل على الله، وراح مفضي المية في القناية، لكن خدها بإيمان عجيب جدا، إيمان غير فاحص. سلم الأمر لصاحب الأمر، وبساطة الإيمان أخد المية وفضاها، وتاني يوم راح بيبص كده على القناية لقى الدود لمؤاخذة متركن على طراطيف المية من هنا ومن هنا، يبص في الزرع ان يلاقي فيه أثر للدودة مفيش، وبدل اللوز بتاع القطن تفتح كده والقطن كده يبقى كبير ويلف كده وسط الغيط من هنا ومن هنا يخش لجوه، ان يلاقي دودة حتى شبكة في عود من الأعواد، ان لقى دودة يلقاها مرمية في الأرض ميتة. أنا عايز أعرف إيه اللي حصل، أنا مش عارف ايه النفخة اللي نفخها ابونا مينا، انا مش عارف. طب ايه الصلوة اللي صلاها على المية؟ كن نفسي يعلمنا الصلوة بتاع دود القطن دي، ونوفر للحكومة المبيدات اللي بيعملوها والاجراءات الكيماوية، لكن اهو رجل الله وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. على غرار الخناقات مع البابا كيرلس، حدث ناس رايحين يصيفوا يعني زي اليومين دول كده وراحوا اسكندرية، فالكنيسة في المصيف قالت يا جماعة رحلة لدير مارمينا، ودير مارمينا قريب من اسكندرية، اللي يحب يروح مش عارف الاشتراك 5 جنيه،
فالست طلعت بتقول لجوزها ايه ما نروح مريمينا؟ قال له احنا جايين نفك علينا جاي تودينا الكنايس. قالت نروح عند البابا كرولوس. قال لها لا البابا كرولوس ولا البابا حنس، مش عايزين نروح عند حد، احنا جايين نبلبط وجايين ايه نفسح، ما تعكننيش علينا. الست الراجل كسر بخاطرها. وبعد كده المهم وهي طالعه لقت صوره للبابا كرولوس كده في حوش الكنيسه، قالت له بقى حته جوزي انت مش قادر عليه، عمال يديك بالكتف وانت مش قادر تعمل له حاجه، انت هو اتصرفوا مع بعض. فبتقول المدام صاحبه الرساله اللي بعتت لي الجواب، بتقول لي روحنا البيت وكمر لو كان البابا كرولوس بيقول لها سيبهولي بس لما يروح. بتقول وروح واستلموا مغص من الجنبين بقى عمال ياخدوا شمال وايه ويمين، يقول لها اه يا يميني، وشويه يقول لها اه يا شمال، تقول له يمين ولا شمال، يقول لها لا هو دلوقتي اليمين، بعد شويه يقول لها اه يا شمال، تقول له شمال ولا يمين، يقول لا هو دلوقتي الشمال. قلت انا انت عايز تخف؟ قال قلت له قول ان شاء الله يا بابا كرولس نروح الرحله. قال لها يا ست ان كان هو ان شاء الله يا بابا كرولس نروح الرحله. ونزلوا منه شويه عرق كده، والراجل قعد على حيله. قال له هو يعني اللي ما يروحلوش لازم يكويها على الجنبين يعني؟ طيب يا ست ناخدها بالسالك كده من غير مشاكل ونروح. وراح زار البابا كرولوس وصدق، ولا بد ان ايه ان تصدق. الحقيقه وصلني جواب الاسبوع ده من محرم بيه من الاسكندريه. صاحبة الجواب بتروي مأساها غريبة، بتقول ان هي بتشتغل شغل بيتها وربنا وسع عليها واخدت شقة 4 اوض، ففرحانة بتفك الدواليب والسراير. بتقول انها حست وهي بتنقل العفش ان ظهرها طق، بعدها ما قدرتش تقوم راحت تكشف، نامت في السرير حوالي سنة، الدكاترة قالوا لها انزلاق غضروفي، خوفوها من العملية والدكتور يقول ما فيش إلا عملية. وبعت في الجواب بتقول يا ابونا ده فيه أشعة بتتعمل قبل العملية أصعب من العملية، فأنا خايفة من العملية دي. بتقول وفي عز تعبي كنت أقول لأولادي اقرولي معجزات البابا كرولوس، كان يجيبوا لها الكتب ومعجزات وايه ويقروا لها. وفي يوم من الايام وهي بتنادي البابا كرولوس بتقول ان ابني نايم في وحده في اوضه لوحده عمره 6 سنين ونص. بتقول سمعت الواد بيتكلم، قلت تلاقي الواد ايه بيحلم شيء طبيعي. فبعد شويه بعد نص ساعه الولد بيقول لها قومي يا ماما قومي. بتقول له ما اقدرش. قال لها لا ما انت خلاص انت خفيتي. قالت له ازاي يا ابني خفيت؟ قال لها البابا كرولوس جه الاوضه بتاعتي وخلع العمه وخلع الجلابيه السوداء بتاعته وحط العصايه ركنها على الحيطه وقال لي يا ريمون انا هنام جنبك شويه، ونام جنبي بس ما نعسش يا ماما، كان نايم انا شايف بقه عمال يقول حاجات. فقال له يا ابونا انت ما نمتش، ده الولد. قال له حبيبي انا جاي عشان اصلي لماما، تعال ندهنها بالزيت. بيقول قال لي اقول لك طب خليك انت هنا، ورجع قال دهنت لك ماما بالزيت في وشها، حتى يا ماما الزيت في وشك اهو. راح الولد مسح ايده وبتعصى زيت، قال له قومي يا ماما. راح الولد مسك ايد امه وشدها، قامت وبدت تمشي. وبتقول من يومها بمارس حياتي الطبيعية بعد ما نمت سنة كاملة في السرير وصدق، ولا بد أن إيه أن تصدق. محامي من أسيوط أصلا من بني سويف وله أخته مقيمة في اسكندرية. الراجل ده تعب، فالدكاترة في أسيوط قالوا لهم إن المحامي ده باقي عليه ساعات، فأحسن روحوا بيه بلده بدل ما تاخدوه جثه روحوا بيه ايه يعني صح ويموت هناك. ما كدبوش خبر، بعتوا لاخته اللي في اسكندريه والكل اتقبل في بني سويف. وهم في بني سويف اخته بتاعت اسكندريه اصرت راسها وقال في سيف نروح بيه للبابا كرولوس مصر، يموت في السكه يموت بس نروح ايه للبابا كرولوس مصر. وجابوه ايه وجم ودخلوا على البابا كرولوس
وببساطة الست بتاعت اسكندرية قالت لي يا سيدنا ده احنا جايين لك من اسيوط، عايزة تورينا احنا جايين من مكان ايه بعيد. قال لها اسكت انت يا اسكندرانية، من اسيوط ولا من بني سويف؟ طبعا تكتب هتعمل ايه؟ قالت لي تشوف يا سيدنا. قال لها شوف يا بنتي الراجل ده من بني سويف وبيشتغل محامي في اسيوط. ده احنا دخلنا في الايه بقى ها، وقبل ما هتروحوا بني سويف وانتوا راجعين هيطلب منكم يمص قصب، وعلى ما يوصل البلد هيبقى زي الفل. خدوا الراجل ورجعوا بيه على بني سويف. قبل ما يرجعوا بني سويف يعني انا ما اعرفش اللي حصل حكايه القصب دي، لكن الراجل قال لهم بقول لكم ايه، بدل ما ننزل بني سويف وبكره نركب من بني سويف لاسيوط، ما ناخدها طوالي على ايه، على اسيوط. الشيء الغريب ان الراجل روح وتاني يوم نزل مكتبه بعض الدكاتره ما قالوا ان الراجل حالته ايه، ميؤوسه. صدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. واحده كانت خرجت بنتها وما رجعتش، طبعا ما نامتش طول الليل وقعدت تسال في اقسام الشرطه طول النهار هي وجوزها والعيله، وطول النهار ثاني يوم طبعا صعبه خالص، وخاصه لما تكون بنت وشابه. فناس قالوا لها روحي للبابا كرولوس يمكن البابا كرولوس ايه يدلك او يصليك. راحت البطرخانة القديمة فين سيدنا؟ قالوا لها سيدنا راح يحضر عيد مريمينا في مصر القديمة. فأخذ التاكس وطلعت تجري بالتاكس عشان تحصل مين؟ سيدنا البابا. وهي بتسلم عليه في الكنيسة هتقول له يا سيدنا، قال لها أنت اللي جايبك هنا؟ الساعة كام دلوقتي؟ قالت له سيدنا الساعة 8:30. قال لها بنتك مروحة لك الساعة 9، اجري روحي، الحقي روحي بنتك. البنت هتيجي تخبط ما تلاقيش حد في البيت، روحي روحي في الساعة 9 بسرعة، خدي تاكسي وروحي. روحت وصلت 9:05 لقيت بنتها منتظرة على باب الشقة. صدق ولا بد أن إيه، أن تصدق. واحدة ست زي كل الستات اتشمللت في يوم وبتنظف الشقة، فطلعت بره باب الشقة بتمسح كده قدام باب الشقة، بتحصل في كل البيوت. الشباك اللي جوه مفتوح تيار الهواء، هوب الباب اتقفل، المفتاح فوق التلفزيون. البت الصغيره عمرها 2 جوه الشقه، هي مش اتخضت ان الباب اتقفل، اتخضت على البنت. قعدت تقول البنت ايه، ما تخافيش يا حبيبتي انا هفتح الباب وانا جايلك، خليكي قاعده مكانك. هي طبعا بتتكلم البنت عشان البنت ايه ما تخافش. قالت طيب اسيب البنت جوه وراح اجيب نجار؟ ده انا على ما اجيب نجار يكسر الباب تكون البنت ايه، اطهرت من العياط. طب اعمل ايه؟ قالت لها حبيبتي خليكي قاعده مكانك، وانا حبيبتي جيالك قاعده عم تدي ونس للايه، للبنت. لكن جت قعدت على لا مؤاخذه على درجه من درجات السلم اللي بعد الشقه، يعني السلم العالي يعني، الا انها قعدت تكلم البنت. بصت البنت قالت لها انا جايالك يا ماما، ولقت المفتاح بتاع الشقه بيتمد من تحت الباب، خدي يا ماما مفتاح الشقه اهو. طب لا مؤاخذه ده الدولاب عالي والتلفزيون فوق الايه، فوق دولاب التلفزيون، يعني البنت عمرها 2 دي هتجيبه ازاي؟ المهم الست سحبت المفتاح وفتحت الباب ودخلت تبوس في البنت. طب يا حبيبتي جبت المفتاح ازاي؟ قلت لها ابونا اللي في الصورة ده اخده من على التلفزيون وقال لي ادي ده لماما من تحت الباب. ابونا اللي في الصورة ده هو مين؟ البابا كيرلس. وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. بنت بتجيب صديد، الدكتور قال لا ده عندها اللوز بتنزل صديد ولازم اللوز تتشال لألا تعمل لها حمى روماتيزمية. الناس انزعجوا طبعا، ازاي دي البنت صغنونة وحمى روماتيزمية ايه والكلام ده كله، لا مش ممكن، طيب نعمل ايه ونسوي ايه؟ فالام ببساطة خدت البنت في حضنها، عيلة في حجرها كده، ومعلش يا حبيبتي وان شاء الله يعني ربنا يمد ايده عليكي
ونحدد عملية امتى يا دكتور؟ قالوا اعملوا لي تحاليل نزل الحرارة بعدين نعمل لها عملية الايه اللوز. امتى؟ قالوا بعد 4 ايام. لكن زي ما بيقولوا في الامثال من عمود لعمود ربنا موجود. عدى اول يوم، تاني يوم البنت صحيت من النوم قالت لها ماما ماما. قالت لها ايه يا حبيبتي في ايه؟ قالت لها نونة لبني بالصليب. يعني ايه يا حبيبتي؟ قال لها بقول لك نونة نونة على ايه؟ ابونا. لبني يعني ايه؟ ضربني بالصليب. قالت لها ابونا مين ده؟ راحت البت سحب امها وهي لسه يدوبك تاتا تاتا، وجات عند صورة البابا كرولوس قالت لها نونة ده نونة ده. الام قالت لا، ربما البنت تكون من الحرارة بتخرف. مسكت البنت تحسس عليها مفيش حاجة. قالت لها طب يا حبيبتي نامي والصباح رباح. رجعت للدكتور قالت له يا دكتور معلش. قالها يا ست مش النهاردة العملية. قالت له معلش انا نفسي بس تشوف حاجة تكشف عليها تاني. قال لها ده البنت بتجيب صديق وفيه خطورة على البنت. قالت له عشان خاطر ربنا يا دكتور بص في البنت تاني. بص بق البنت وبعدين بدأ يقلب في البنت. قالت له في ايه يا دكتور؟ قال لها لا يا ست ما تغشنيش، مش البنت دي اللي انا كشفت عليها. قالت له صدقني هي. قال لها هتضحكي عليا؟ دي البنت دي عندها ضمور في اللوز، يعني اللوز بتاعتها مش طبيعية، اقل من الطبيعية. صدقني هي يا دكتور. الراجل قال لها انت يا حبيبتي؟ قالت له دكتور. قال لها نعم يا حبيبتي. قالت له نونة لابني بالصليب. قال لها نونة مين؟ قالت له نونة لولوس على البابا ايه كرولوس. قال لها يا ستي خلاص العملية اتعملت منين؟ من فوق. ولما البابا كرولوس يمد ايده مش محتاجة دكتور العملية. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. اخ من المنيا في جواب برضو جميل قوي بيقول لي انا في كلية تربية بالانجليزي او قسم لغة انجليزية وامتحنت، وبعد ما امتحنت جنبينا ساكن في العمارة مدرس في الجامعة اللي انا فيها. فقال لي ماما راحت له، قلت له يا دكتور معلش نتقل على حضرتك تجيب لنا النتيجة بتاعت ايه ابننا. قال هو قاعد في البيت قدامنا ضرب تليفونات في الكنترول إيه؟ قالوا له ده نازل في 3 مواد. قال له معلش يا ابني كنت اتمنى اجيب لك خبر ايه كويس، لكن الكنترول بيقول انك ساقط في 3 مواد. ببساطة جدا هو روح وقال يعني يا بابا كرولوس انا بحبك قوي وكنت عشمان تقف جنبي وثلاث مواد. بيقولوا نام زعلان في حلم بالبابا كرولوس بيقول لابس ملابسه الكهنوتيه بتاعت الهيكل وقال له تعالى يا واد يا خيبان ما تخافش خد القربانه دي. بيقول بعد ما مسكوا القربانه البابا كرولوس نتش منها لقمه صغيره وقال له ما تزعلش دي لقمه صغيره دي لقمه ايه صغيره. صحي بيقول له والدته يا ماما انا حلمت بالبابا كرولوس وبيقول لي ما تزعلش وعطاني قربانه وكده. فقلت له يا ابني يبقى هتنجح بس هيبقى فيه لقمه صغيره او حاجه ايه صغيره. يومين وظهرت النتيجه ان هو ناجح بس عنده ماده اسمها وسائل تعليميه، يعني ماده هايفه يعني ما تستاهلش انه ايه يذاكرها حتى. بيقول وعرفت ان البابا كرولوس دخل في الخط بس ساب حاجة صغيرة عشان نعرف ان الفضل يرجع لربنا اله المتغيرات. الكنترول قال لا، لكن عمل الله قال ايه؟ قال اه. ولما ربنا يقول اه مين يقدر يقول لا قدام ربنا؟ صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. زمان كان في جرنان اسمه جريدة مصر كان بيطلع كل يوم، وجريدة مصر دي اشتغلت شوية ايام كده على البابا كيرلس، كانوا يعني ينقوزوا عليه كده زي ما يحصل الوقت بعض الصحف وكده. فكتبوا ايه؟ كان البابا كيرلس يصحى بدري يفاجئ الكنايس، يعني الساعة 4:30 5 تلاقيه قدام باب كنيسة يخبط
افتح يا ابني يخش يعمل التسبحة ومعاها الحمل على ما يخلص القداس يكون ابونا لسه على ما يصحوه ويصحى ويلبس ويوصل يكون سيدنا ايه فات في القداس يعني. فسيدنا يقول له صح النوم يا ابونا الناموسية كحلي الذين يبكرون الي يا ابونا تصحى بدري يا ابونا. هم يديهم كلمتين فكان عامل زي ما تقولوا ايه صحوة بقى كل الاسس تصحى بدري ويا ترى هيروح فين النهاردة وهيروح فين بكرة وكده يعني. فكتبوا عليه جريدة مصر البابا والنزهة الفجرية لشم هواء الصباح. هل الكهنة فاضيين لك يا قداسة البابا عشان يتواجدوا الكنيسة من الساعة 4 تاني يوم؟ البابا الذي ينام نهارا ويصحى ليلا. تالت يوم مسكوا البابا كده شوية ايام بقى فقالوا لسيدنا يا سيدنا وبعدين قال لهم لا يا ابني سيبوهم يا ابني. المهم وقعوا هم وقعة كتبوا حاجة كده ضد الحكومة فالحكومة راحت مصادرة لإيه الجرنان. داخلين بقى يقولوا لسيدنا ايه شفت يا سيدنا الحمد لله يا سيدنا اهو الجرنان اتصادر عشان. فسيدنا البابا اتنهد كده قال طب والموظفين يا ابني اللي بياكلوا عيش في الجرنان ذنبهم ايه يا ابني ابعتهم لي يا ابني. وبدأ قداسة البابا يبعتهم وظايف وصعب عليه الناس يتقطع رزقها ويتقطع عيشها لان البابا اب ويحب اولاده حتى لو كان في اساءة منهم اليه. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحدة بنت من المنيا في معهد خدمة اجتماعية. البنت دي يعني اي بنات في شباب كده بعد ما خلصوا الدراسة واقفة على باب المعهد بتهزر هي واصحابها وصاحبتها. فطبعا مدرسة مشعننة دكتورة خارجة لقت البنت دي كده اسمك ايه؟ راحت واخدة اسمها. جت تاني يوم راحت داخلة المحاضرة فلانة الفلانية برا عشان تهزري انت شايلة المادة. ومنعتها من الحضور لاخر السنة خلاص. البنت بتقول اقول لاهلي ايه وابويا راجل على قد حاله بيستلف عشان يبعت لي مصاريفي. اقول له كنت بهزر والدكتورة شيلتني المادة. بتقول البنت بصيت لصورة البابا كيرلس وقلت له شوف انا انت ابويا وانا ماليش غيرك. بتقول نمت على السرير وحط على وشي صورة البابا كيرلس لفة وشي في صورة كبيرة للبابا كيرلس. بتقول ونعست وهي انا عسانة بتقول لقيت البابا كيرلس بيصح. قال لها ست انا جاي صحح لك الورق كويس ما انت مجاوبة كويس اهو والسؤال التاني كويس مجاوبك مبروك يا بنت اديك نجحتي. بتقول رحت الكلية المدرسة بتقول لها الدكتورة بتقول لها انت اسمك ايه؟ قالت لي اسمي فلانة. قالت لها يا حاولت افتكر اسمك وانا بصحح الورق ونسيته مع اني كاتباه بس الورق اللي انا كاتبه اسمك فيها ضاعت مني. فالبنت قالت لها انا عارفة السر. قالت لها مش هقوله لك يا دكتورة بس انا عايزك تسامحيني عايز اقول لكم مين اللي خد الورقة مين اللي خبى الورقة. انا ما اعرفش ده شغل هقول لك عليه صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. كان معروف ان قداسة البابا كيرلس دايما يصلي للطلبة وكده. فعيلة فيها بنت وولد كبار قالوا يلا نروح ناخد الكتب لسيدنا عشان سيدنا ايه يصلينا ويباركنا وكده يعني. فالبنت كبيرة فقالت لأخوها شيل انت الايه شيل انت الكتب طبعا البنت مش هتشيل. فالولد شال الكتب وقف في طابور الرجالة والبنت وقفت في طابور البنات. البنت وصلت قبل الولد للبابا كيرلس. فالبابا كيرلس راح مسكها من شعرها قال لها اختي جايبالك شيال مش مفروض تشيلي كتبك بنفسك. قالت له ما يا سيدنا. قال لا روح هاتي من اخوك الكتب. فبنت رجعت في الطابور جابت الكتب بتاعتها وراحت لسيدنا. قالها لا دي مش كل كتبك دي روحي دوري فيه تاني. راحت دورت في كتب اخوها لقت برضو ليها ايه كتب تاني. انا عايز اعرف عرف ازاي هو وعرف ازاي ان اللي فيه كتب تاني انا ما اعرفش. لكن صدق
ولا بد ان ايه ان تصدق. تحت ظروف معينه في عيد الميلاد قداسه البابا اضطر يقضي العيد في الدير. كان دير مرمينا في الوقت ده يعني لسه العمليه يعني على باب الله، لا كان في نذور ولا كان في رجل ولا كان في اسفلت ولا كان كانت العمليه صعبه خالص. وكانت كنيسه مرمينا مش الكاتدرائيه الكبيره دي، كانت الكنيسة الصغيرة اللي انتوا بتشوفوها بتزوروا فيها الأنبوبة أحيانا. وطبعا البابا وليلة كبيرة زي كده بتبقى صعبة قوي ان يبقى بعيد عن بيته، بعيد عن كرسي يعني. تحت ظروف احنا مش عايزين نخش في الظروف دي، لكن البابا جه عند صلاة الصلح قبلوا بعضكم بعضا وقال اطفوا الأنوار يا ابني، اطفي المكنة، وبقى القداس يبقى على الشمع. ليلة عيد والقداس البابا على الشمع، البابا دموعه نازلة والقداس شغال، البابا جه ساعة المناولة وبدأ يقول وسع يا ابني، اوعى يا ابني من السكة من عند المسبح، يا ابني اوعى يا ابني من عند المسبح. فطبعا تلميذه صعبان عليه، والشماس صعبان عليه، والسواق صعبان عليه، والسكرتير صعبان عليه. فبعد ما خلص بيقولوا له كل سنة وانت طيب يا سيدنا. قال لهم يا ابني دي احلى ليلة عيد صليتها في حياتي. قالوا يا سيدنا كنا نتمنى تكون في كرسيك عشان حتى الضيوف اللي هييجوا يعيدوا عليك في البطرخانة يلاقوا مين. قال لهم ما كان يا ابني عندنا ضيوف وكانوا مكسوفين من النور، كان معانا سواح يا ابني بيصلوا معانا، والسواح دول عشان كده طفينا النور، وساعة المناولة كلهم انتوا تقدموا هم يرجعوا لورا، عشان كده كنت بقول لك ارجع يا ابني عشان توسع لهم الايه السكة. في ناس تعيد مع اللي فوق وناس تعيد مع اللي ايه مع اللي تحت. لكن هو ده اللي حصل مع البابا كيرلس، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحدة من مصر الجديدة بتقول لي يا ابونا انا اتجوزت طبيب، والطبيب ده فاتح عيادة في حي شعبي، وطبعا الحي الشعبي ده يعني على ما بيروح العيادة ويجي عملية صعبة خالص. فكنا يعني بنطلب بإلحاح، ورحنا زرنا دير مرمينا، كانت امنية رحت كده عند المزار بتاع البابا كيرلس في الدير، قلت يا بابا كيرلس احنا عايزين عيادة في مصر الجديدة. وقعدت تخبط على المزار، وهم راجعين بتقول لجوزها عارف انا طلبت ايه من البابا كيرلس؟ قال لها طلبت ايه؟ قالت له طلبت ان البابا كيرلس عيادة ليك في مصر الجديدة. فالراجل دكتور بتاعها راجل لطيف يعني، قال لها ليه هو اشتغل سمسار؟ قلت له معرفش انا طلبتها كده بعشم وربنا مش هيكسر بخاطري. بتقول بعد تالت يوم وهي نايمة حلمت بليخبط على كتفها، فبتدربش بعينيها لقت البابا كيرلس، قال لها قولي لجوزك انا مش سمسار يا بنتي لكن العيادة في السكة. بتقول بعد اسبوع اخدنا عيادة في مصر الجديدة، واحد قابلنا وزارنا قال له يا دكتور فلان انا عايز اديك عيادة في العمارة بتاعتي، معاك فلوس ما معاكش فلوس لكن لازم هديك ايه عيادة. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحدة يونانية عايشة في مصر فترة طويلة وسافرت اليونان، وهي موجودة في مصر حبت البابا كيرلس محبة كبيرة خالص. ومحبتها للبابا كيرلس برضو لما راحت اليونان البابا كيرلس في ايه؟ في دماغها يعني. فحصلت حادثة هناك، فهي واقفة فأخذوها شاهدة. ففي يوم رايحة المحكمة وفي السكه بتقول يا رب ده انا معرفش اتكلم يوناني كويس، اخشى ان القاضي يسالني سؤال انا اجاوب اجابه يعني ايه مش هي اضيع الراجل. فيا بابا كيرلس يعني تشفع لي عشان انا يعني ايه افلت من الموضوع ده. دخلت المحكمه في اليونان، ندوا الحسامي، اسمها اسم الشاهد الثاني هي كانت نمرة 2 في الشهود، أمنوا عليهم دخلوهم. القاضي بدأ يستجوب، الشاهد الأول فلان الفلاني نعم أنت شفت كذا وقالوا إيه وعملتوا إيه، وقعد ياخد منه إيه الكلام.
وبعدين قال الشاهد فلان الفلاني، راح مدى على الشاهد نمرة ايه؟ ثلاثة. عداها فطلعت كان في جيبها في المحفظة بتاعتها صورة للبابا كيرلس، راحت مطلعاها وراحت حطها على صدرها وعلقتها بالدبوس وقالت لهم هو ده اللي طلعني من المحكمة من غير ما أقول ولا إيه ولا كلمة. صدق ولا بد أن إيه أن تصدق. في يوم من الأيام بابا كيرلس هو عايش زار كنيسة ماري جرجس من شيت الصدر. في واحد هناك يعني من الناس المعروفين في الكنيسة قوي وقف كده البابا كيرلس بعد القداس، كل الناس وقفت صف، والراجل قال لهم شش يلا بالنظام كله يقف الصف. فبنته صغيرة كده قال له دي بنت يا سيدنا، قال له عال عال حلو حلو ربنا يبارك لك فيها يلا يا اختي يلا. جت الست بتاعت صاحبنا ده قال له دي مراتي يا سيدنا ادعي لها عشان حامل. بابا كيرلس حط ايده الصليب على راسها كده وصلى صلى، وبعد ما صلى كده مزمورين ثلاثة قال له هي سليمة يا ابني إن شاء الله ومش هيجرى لمراتك حاجة. قال له يعني هتقوم بالسلامة يا سيدنا؟ قال له هتقوم بالسلامة يا عم، هتقوم زي الحصان يلا. الموقف انتهى والراجل ما افتكرش حاجة، إلى أن الستات يعني من 20 سنة ما كانتش يتابعوا عند الدكاترة زي اليام دي ولا الدكتور يوزنهم ويقيسهم بالمزورة والكلام. المهم فالست قعدت قالت لجوزها يا فلان، قال لها نعم، قالت كان عدت 9 أشهر خلصوا وعليهم 10 أيام وانا لسه ايه ما جاتنيش. الست دخلت على نص العاشر ولسه ايه ما ولدتش، لكن بدت تحس بتعب. راحت الدكتور كشف، الدكتور قال لها العيل ميت ليه 8 أيام في البطن، ده كان ممكن يعمل تسمم وكان ممكن الست تموت، اتعرضت للموت في الولادة دي، لكنها ولدت بصعوبة جدا ونزلوا العيل بالطريقة الطبيعية. والراجل يخبط على الباب يقول لهم سيدنا قال هي سليمة ان شاء الله وهتقوم بالسلامة ومش هيجرى لها حاجة. مش ده الكلام اللي قاله سيدنا؟ راح لسيدنا بعد كده قال له يا سيدنا، قال له الحمد لله على سلامتها يا ابني، هي مش قامت بالسلامة؟ قال له ايوه. قال له طيب جرى لها حاجة؟ قال له طب خلاص بوس ايدك وش، وده مراتك في بطنها 4 أولاد يا عم ما تزعلش ما تزعلش. الراجل فعلا كان كل سنة يدب له عيل وجاب 4 أولاد وبعد كده ان مراته تخلف تاني ما فيش. البابا كيرلس قال كده يا جماعة احنا هنعدل على رجال الله، صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. في ست طيبة كانت عايشة في حي الويلي وكانت بتتردد على بابا كيرلس كتير، وهي بتتردد يعني من حين لآخر في يوم من الأيام جوزها كان راجل مريض مات، فهي طبعا برضو حزنت وزعلت وكتمت في قلبها وانقطعت عن زيارة البابا كيرلس. وبعد جوزها ما كمل 40 يوم بس تخش في دوامة مرض، ففي واحد قريبهم البابا كيرلس عارف انه قريبهم قال له فين يا ابني مرات المرحوم سحاب؟ ده البابا كيرلس بيسأل. قال له يا سيدنا عيانة وما بتقدرش تقوم من السرير. قال له لا يا ابني لا لا ألف سلامة، خد يا ابني اديها قطنة الزيت دي وسلم لي عليها. بعدها بشهرين ثلاثة الرجل ده راح اللي هو يعني قريبهم راح يسلم على البابا كيرلس. قال له ازاي يا ابني مرات المرحوم سحاب ما بتجيش ليه؟ قال له يا سيدنا دهنت بالزيت والزيت ما عملش حاجة. قال له خلاص يا ابني أنا هزورها. انتظر البابا كيرلس يخلص السلامات، هو فاكر البابا كيرلس طبعا نزل العربية ويطلع معاه ويركب مع البابا كيرلس وإيه ويروح الويلي والبابا كيرلس جه الويلي. المهم انتظر البابا كيرلس قال له يا ابني أنت قاعد ليه؟ قال له يا سيدنا مش هتروح الويلي تزور مرات المرحوم سحاب؟ قال له لا يا ابني روح أنت وانا هروح بطريقتي وانا هروح ايه بطريقتي. الراجل انتظر 2 أو 3 أيام وراح يزور مرات المرحوم سحاب. ازيك يا خالتي فلانه؟ قلت له ده انا زي الفل هقوم اعمل لك الشاي بنفسي وهروح معاك عند امك اسلم عليها. قال لا انت خفيتي؟ قلت له مش البابا كيرلس جاني في الفجريه وانا نايمه وكان معاه واحد ضابط دكتور
خلاه كشف علي وانا بقيت زي الفل. قال لها كنت صاحيه ولا كنت تحسي يا ابني؟ مش عارفه، لكن هو جاني ومعاه واحد ظابط صغير كده وقام معايا بالواجب وانا بقيت زي الفل. طبعا انا عرفت الظابط ده يطلع مين، وانتوا عرفتوا مين؟ مري مينا سلام الرب عليه. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ارض الانبرويس في العباسيه، واذكر هذا واحنا طلبه، كان في الحته الغربيه اللي ورا البنزيمه كانوا محتلينها جماعه من العرب، وكانوا بيزرعوها جرجير وعاملين عشش فيها، والبطرخانه اقامت عليهم دعوه ومش قادره تطلعهم. فالبابا كيرلس فوض نيافه الانبا صموئيل، قال له هاتهم يا ابني ياخدوا قرشين ويسيبوا ارض البطرخانه. فحاول الانبا صموئيل يتفاهم معاهم، مفيش فايده. قال نعمل محاوله تانيه ومحاوله ثالثه، ان نيافه انبا صموئيل الله يريح نفسه يوصل معاهم في حاجه، ما عرفش يوصل لحاجه. فراح للبابا كيرلس وقال له يا سيدنا بكل اسف ما عرفتش اوصل لحاجه. قال له ازاي الكلام ده؟ قال له هو كده. قال له طب يا ابني ربنا يدبرها، ربنا يدبرها. وقدسة البابا كيرلس بعد ما صلى صلاه عشيه ركب العربيه وقال للسواق اطلع بينا يا ابني على ارض الانبرويس. وهناك قال هات لي يا ابني شفشق ميه، فجاب شفشق ميه ورفخ فيه ورشم علامه الصليب ودخل الارض بتاعه البطرخانه اللي واخدينها الجماعه العرب، وقعد يرش يرش وجينا بالعش بتاعتهم رش ميه ورشم الصليب ورجع ركب عربيته وقال لانبا صموئيل. قال له خلاص يا انبا صموئيل هتتحل. عدى يوم، تاني يوم، تالت يوم، الناس راحوا لنيافه الانبا صموئيل قالوا يا عم تعالوا خدوا الارض بتاعتكم وباي شرط انتوا عاوزين تدهن، احنا عاوزين نمشي من ارضكم بالشروط اللي انتوا عاوزينها مش بالشروط اللي احنا عاوزينها. فضحك نيافه الانبا صموئيل قال له بتضحك على ايه؟ قال لهم ابدا. قالوا احنا ما نعرفش، ربنا نزل على قلوبنا كده حاجه ان احنا غيرنا افكارنا وقلبنا اتغير وعايزين نطلع من الارض دي، لان احنا حاسين لو قعدنا فيها عيالنا هتموت. ايه اللي غير الامور؟ انا مش عارف، لكن انت عارف. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واحد خد واحد صاحبه وراحوا لابونا مينا المتوحد في مصر القديمه، فيعني قال له انا عايز اقعد مع ابونا مينا المتوحد ده. قال له قل له انا عايز اعترف واقعد معاه، قل له اي حاجه المهم انك انت ايه تقعد معاه. فقال له ابونا انا عاوز اعترف، كان لسه ابونا مينا المتوحد. قال له طيب يا ابني. فاول ما قعد كده جابوا ابونا قال له اقعد يا ابني. ها يا ابني هتقول لي اي حاجه؟ قال له سيدنا انا اصلي بكذب وبحلف وبشتم وبتنرفز. قال له يا ابني انا مش شايف حاجه صح من الكلام اللي انت بتقوله ده، انت الكلام انت ما تعملش الحاجات دي، هو عشان صاحبك قال لك قول اي حاجه يبقى تقول اي حاجه؟ تجيب لنفسك تهم يا ابني انت ما بتعملهاش. قال له اخطيت يا ابونا، انا عايز اخد بركتك واقعد اديله نصايح وتعلم من يومها ما يقولش اي حاجه وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. مره البابا كيرلس كان في اسكندريه، وهو في اسكندريه في يوم من الايام اتنين من الاباء، كان ابونا ميخائيل داود ربنا يديله الصحه وابونا ميخائيل حنين الله ينيح نفسه بتاع سنديون، وكانوا بيشتغلوا مع بعض في مكتب الخدمه. فاللي حصل ابونا ميخائيل قال لأبونا ميخائيل قال له ما تيجي النهاردة نفاجئ سيدنا ونروح لإسكندرية نعملها له مفاجأة. قال له طب يلا بينا. فركبوا ايه؟ القطر وراحوا رايحين على فين؟ على إسكندرية. هم طبعا رايحين إسكندرية ومش قايلين للبابا كيرلس، لكن البابا كيرلس إسكندرية بص كده لرفائيل
اللي هو ابونا رافائيل دلوقتي. قال له يا رافائيل يا ابني. قال له نعم يا سيدنا. قال له زود الاكل شويه عشان ابونا ميخائيل داود وابونا ميخائيل حنين راكبين القطر وجايين يا ابني هيتغدوا معانا النهارده. قال له يا سيدنا هم قالوا لك؟ قال له لا يا ابني. قال له طب يا سيدنا؟ قال له اسمع الكلام خلاص ما تسالش. قال له حاضر يا سيدنا. زود الاكل وشويه وهم داخلين بقى فيعني هيفاجئوا سيدنا رافائيل. الحمد لله على السلامه. الحمد لله ده سيدنا مستنيكم من ساعتين. مستنينا ده احنا ما قلناش. قال ده سيدنا من ساعتين قال لي زود الاكل علشان ابونا وابونا جايين مصر يا ابني هيتغدوا معانا ويقضوا معانا اليوم. ضربوا كف على كف. قالوا لا احنا ضربنا تليفون ولا احنا قلنا ان احنا جايين ولا حتى بيوتنا تعرف ان احنا لكن انا عايز اعرف البابا كرولوس جابها منين. انا ما اعرفش لكن هقول لك صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. ابونا مينا المتوحد لما كان في مصر القديمه وهو عايش في كنيسه مريمين الزهراء اللي هو البابا كيرلس قبل ما يبقى بطرك يعني كان معاه تلميذ رهبانة عايش معاه بيخدمه على امل بكره وبعده يبقى راهب. فهو يظهر نوى يرهبنه فقال له يا ابني روح سلم على اهلك وناسك يا ابني عشان يعني مشتاقين يشوفوك. قال له ابونا انا مبسوط ومش عايز لا اروح كده ولا اروح ولا اجي انا مبسوط كده. قال له يا ابني روح شوف اهلك يا ابني روح مع مخيل افندي. مخيل افندي اللي هو اخو سيدنا يعني قبل ما يبقى قسيس في مصر القديمه. خده معاك يا مخيل افندي اسكندريه يزور اهله وناسه. اسمع يا ابني ابن الطاعه تحل عليه البركه. روح الله يوضب هدومك. اللي راح يوضب هدومه اختفى. نزل مخيل افندي يدور عليه في الحوش في الكنيسه فوق في دوره الميه في اي حته. طلع لابونا مينا قال له كده اهل واد هرب كده برضه يا ابونا مش عاوز يسافر. قال له مين قال لك يا عم انه هرب؟ قال له نزلت يا ابونا دورت عليه لا في الكنيسه ولا في اي حته تحت خالص مش موجود اي حته. قال له يا عم هو تحت. قال له يا ابونا انا دورت عليه. قال له لا يا اخو ما دورتش كويس. قال له انا ادور عليه فين؟ قال له انزل خش الكنيسه. قال له بعدين؟ قال له تلاقي المعموديه عليها غطاء صاد كبير ارفع الغطاء بتاع المعموديه تلاقيه مستخبي جوه المعموديه. نزل مخيل افندي دخل الكنيسه رفع الغطاء لقى الاخ طالب الرهبانه ده مقرفص جوه المعموديه وقاعد ايه مستخبي. قال له قوم يا عم. قال له نفسي اعرف عرفت الطريق ازاي؟ قال له هو اللي قاعد فوق ده في حاجه بتستخبى عليه. ما انت عارف صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. البابا كيرلس كان من عادته ما يحبش الرجاله ولا الستات يلبسوا نصكم. فولد صغير كده شاب بتاع حوالي 13 سنة ولا بتاع دخل على البابا كيرلس بيسلم عليه والدنيا زحام ستات ورجالة كله داخل على البابا كيرلس محدش عارف مين في مين. فالبابا كيرلس بالصليب خبطه على دراعه قال له خلي امك يا ابني تعمل لك بدلة بكم. الواد وقف قال له يعني ايه يا سيدنا؟ قال له يا ابني اللي بالكم حاله يغم. الناس قالوا حبيبي يعني خلي ماما تعمل لك ايه بلاش نصكم. الواد زعل كده ووقف كده على جنبه والبابا كيرلس بيسلم على الناس. جات واحدة ست تسلم على سيدنا قال لها يا ست انت؟ قالت له نعم يا سيدنا. قال لها مش تعملي للواد كم؟ قال لها طب سيدنا عرف ازاي ان الست دي ام الواد ده؟ قالت له حاضر يا سيدنا من عينيا سامحني يا سيدنا. طب يا اخت الله يسامح. قعد يسلم كده وشوية دخل على الرجالة وراجل دخل قال له طب يا عم انت راجل محترم اهو لابس بدله بكم مش تخلي ابنك يلبس بكم؟ يعني البابا كيرلس عرف الواد وعرف امه وعرف ابوه. انا مش عارف حاجه صدقوني لكن اللي اعرف اقوله واقول لك صدق ولا بد ان ايه ان تصدق.